السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولياء أمور الكرام، طلاب الحلوين للسنة الرابعة. تعالوا النهاردة نكمل يونت 1 معاكم ميس نورة باهي. هنكمل يونت 1 ليسون 2 الدرس الثاني. طب تعالوا نشوف كده بيتكلم عن إيه. أول حاجة لازم نعرف كلمة دي اسمها healthy. healthy th makes the sound of th. healthy بمعنى صحي. طيب عامة في بعض الصفات اللي لما نحب ان احنا نجيب العكس منها الاوبوزيت المقابل بتاعها بنحط قدامها مقطع ان. healthy بمعنى صحي وان healthy غير صحي. طب تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها بتبقى healthy صحيه وان healthy غير صحيه. repeat after me. play football, play football, play basketball, play basketball, do homework, do homework, eat fruit, eat fruit. طبعا كل دول healthy صحيين. okay healthy things. طيب تعالوا نشوف هنا ايه الحاجات اللي بتبقى unhealthy things، اشياء غير صحيه احنا بنعملها. زي ايه؟ المفروض ان احنا ما نعملهاش. drink cola, drink cola, eat a burger, eat a burger, eat candy, eat candy, play video games, play video games. طيب تعالوا نشوف الافعال اللي عندنا بعد كده، افعال منتظمه وافعال غير منتظمه، regular and irregular verbs. اتفقنا ان الregular verbs افعال المنتظمه بيبقى اخرها دي اي دي او اي اي دي، ده اختلاف البريزنت عن الباست فيها. والirregular verbs تحفظ كما هي، غالبا بيبقى البريزنت هو هو نفس الباست او بيبقى في تغيير بنحفظه. اوكي repeat after me. Walk, walked, walk, walked. In this word, L is a silent letter. Walk, walked. Talk, talked. L silent. Okay? Walk, walked. Talk, talked. I pronounce D, T, not da, ta. Walk, walked. Talk, talked. Do, did. Do, did. Hurt, 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 hurt. Hit, 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 hit. طيب تعالوا نشوف معانا الاكسبريشنز، المصطلحات. On the weekend, on the weekend. خلي بالك ان هنا عندي on بتيجي مع الايام، ويعتبر من اليوم بتاع عطلة نهاية الاسبوع ده من ضمن الايام اللي بتاخد معاها preposition on. On the weekend. Once a week. Twice a week. كلمة week يعني أسبوع. طب أنا لو عايزة أقول مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. طيب إحنا عندنا كلمة time بتيجي بمعنى مرة. لو قلت times يبقى مرات، يعني مثلا لو عايزة أقول three times, four times, five times، جيب كلمة مرة time وtimes مرات. ما عدا كلمة once وtwice هما اللي فيهم حفظ المعنى بشكل تاني بعيدا عن كلمة time. يبقى مرة once a week، مرتين twice a week، ثلاث مرات three times، أربع مرات four times، five times، وهكذا. طيب يبقى تاني once a week، twice a week. Look at، look at. In the park، in the park. Change into، change into. Drink more water، drink more water. Do sport, do sport. نخلي بالنا ان احنا لازم نحفظ oral شفوي على الاقل الاكسبريشنز دي، عشان لما نشوفها وعلشان بتيجي البريبوزيشنز اللي معاها حروف الجر في التشويزز في الاختيارات. طيب تعالوا كده نشوف نكمل الليسن. هبدا ان انا اقرا النص. على فكره النص ده بيبقى موجود في الكتاب المدرسي، الكتاب الخاص الطالب سواء في اي مدرسه اميري او خاص او اي مدرسه ايا كانت، هنلاقي النصوص دي موجوده في ليسون 2. طيب انا هقرا النص، ولو في حد معاه الكتاب عنده في البيت وهيبقى مش واضح بالنسبه له ممكن ان هو يقرا. انا بتعمد ان انا اقرا واسمع الطالب النطق الصحيح للكلمه، وهو بيبقى ماشي بعينه معايا وودنه سامعين في الكلمات. اوكي طيب هقرا كده اول نص. Do you think you are healthy, Judy? Do you think you are healthy, Judy? Yes, I do. I do a lot of sports at school. I do a lot of sport at school.
On the weekend, I walk to my grandma's house with my family. I really like walking because I can talk to my mom and dad. We can see the different houses and shops. I don't eat candy, but I like fruit. I don't eat candy, but I like fruit. يعني هي هنا بتقول ان هي ما بتاكلش الحلويات لكن هي بتحب الفاكهة. فتخلي بالك ان هنا في كلمة but بمعنى لكن. هي but هنا جت كرابة ما بين جملتين. الجملة الأولانية فيها كلمة don't بمعنى لا بتنفي الجملة الأولانية، فيها نفي الحب الحلويات دي، والكلمة الثانية فيها إثبات I like fruit، ما عنديش كلمة don't. يبقى هنا أستنتج إن كلمة but بمعنى لكن هي بتربط ما بين جملتين، واحدة بتبقى مثبتة والثانية بتبقى منفية. أوكي؟ يبقى هنا I don't eat candy I like fruit، وكمان بتربط ما بين الجمل اللي فيها تناقض، وهنعرف بعد كده إزاي. احنا وقفنا هنا I don't eat candy but I like fruit. My favorite fruits are bananas and watermelon. My favorite fruits يعني فواكه المفضلة بالنسبة لي are bananas and watermelon. هي هنا جمعت ما بين البانانز الموز watermelon البطيخ في حاجتين، في حاجة واحدة سوري، إن هي بتحبهم وهم مفضلين بالنسبة لها. فهنا الرابط and بمعنى و ربط ما بين كلمة بانانز ووتر ميلون ان هما مفضلين ليها، يبقى كده كلمة اند و بتربط ما بين كلمتين او جملتين فيهم توافق مع بعض. اوكي؟ طيب تعالوا هنا نكمل. My favorite fruits are bananas and watermelon. My mom makes an awesome banana milkshake. My mom makes an awesome banana milkshake. طبعا بيبقى عندي الترجمة وانا بكررها كذا مرة، وبحاول ان انا جملة جملة بترجمها للاطفال وارجع اقرأ تاني وزود ترانسليشن، بس عشان الوقت ما يبقاش طويل معايا في الفيديو. طيب تاني نص. Do you think you are healthy Adam? Do you think you are healthy Adam? هتعتقد ان انت صحي؟ قال له ايه؟ Yes I am in a wheelchair basketball team. Wheelchair wheelchair. What is a wheelchair? This is a wheelchair. هو الكرسي المتحرك ده بيستخدمه الناس اللي هم disabled الغير قادرين على المشي او عندهم اعاقه. اوكي؟ طيب هنا تاني. Yes I am in a wheelchair basketball team at school. يعني هو في الفريق بتاع كرة السلة في المدرسة بيلعب معي. We practice three times every week. يعني هو بيمارس اللعبة دي ثلاث مرات every week في الأسبوع. اتفقنا إن كلمة مرة معناها once، مرتين twice، أكتر من مرتين بحط كلمة times وقدامها الرقم بتاع عدد المرات. يبقى we practice three times every week. I drink cola but I want to drink more water. طيب نخلي بالنا هنا إن كلمة but لكن جت برضو قرابة ما بين الجملتين. هنا بيقول I drink cola. هي هنا العادة دي healthy والunhealthy، صحية ولا غير صحية؟ طبعا هي هنا unhealthy. طب I wanted to drink more water، هو عايز يشرب مية كتير، يبقى كده دي healthy ولا unhealthy؟ طبعا water it's healthy for our bodies، صحية. يبقى هنا I drink cola I wanted to drink more water. هنا في حاجة اسمها constructions تناقض، يبقى هنا كلمة but بتربط ما بين جملتين متناقضتين. يعني هنا جملة بتتكلم في معنى وهنا في معنى تاني خالص، مش بيكملوا بعض، عكسها. طيب يبقى هنا but لكن ربطت ما بين جملة واحدة مثبتة والتانية منفية، وهنا ما بين جملتين ما بينهم تناقض أو عكس في المعنى. اوكي؟ يبقى تاني I drink cola but I wanted to drink more water. I don't play video games because I'm very busy. I play basketball and I play football in the park. Okay, طيب تعال نشوف the third text، النص الثالث. Do you think you are healthy, Darin? Yes, I think I am healthy. My mom and I go walking in the desert with my dad. Dad is a scientist and he likes looking at animals and plants. يعني هو بيحب ان هو يبحث عن الحيوانات والطيور لان باباها ايه ساينتست يعني عالم. يبقى هنا and في توافق وترابط، هو عالم لذلك هو بيبحث في ايه في الحيوانات والطيور. يبقى هنا في توافق وترابط في المعنى، عشان كده استخدمت الرابط and بمعنى و. We go with him every week.
end it's very interesting يعني الموضوع ده شيق جدا but لكن it's very hot sometimes الجو بيبقى حر جدا يبقى هي هنا مستمتعة بالرحلة دي it's very interesting but it's very hot sometimes لكن الجو بيبقى حر في بعض الأحيان يبقى هنا في تناقض يبقى هنا استخدمت but لكن I only drink water because I don't like cola. I love burgers. I love burgers. هي بتحب البرجر. But لكن I only eat one a week. يعني بتاكله مرة واحدة في الأسبوع فقط. يبقى هنا رغم إن هي بتحبه لكن هي بتاكله مرة واحدة. يبقى هنا كلمة but لكن برضو استخدمت عشان تعبر عن جملتين بينهم تناقض أو ما فيهمش توافق في المعنى. My mom makes yummy salads. My mom makes yummy salads. Okay. طيب احنا بنقرأ كذا مرة مع الطالب. نخليه هو كمان يحاول يقرأ النص اكتر من مرة. ولازم ان هو يسمع القراءة الصحيحة الاول للنص. ويبقى الكلمة قدام عيني. واديني قلت لكم كده يبقى الكتاب معاكم. بالنسبة لأولياء الامور. بعد كده يبتدي ان هو يحل. طبعا هنا في شرح بيوضح and بيقول لي هنا ايه. We use and to add two ideas together. احنا بنستخدم and علشان نربط فكرتين مع بعض او جملتين. Like ايه زي ايه. I eat vegetables and I exercise. انا باكل خضروات وكمان انا بتمرن. يبقى هنا المعنيين بيكملوا بعض وفي توافق ما بينهم. لان الحاجتين دول كده healthy. Eat vegetables and I exercise. طب كلمة but لكن. We use but to construct two ideas عشان نربط ما بين فكرتين متناقضتين. I want to play football. I want to play football. عاوز ان انا العب كرة القدم. But I hurt my leg. لكن انا ساقي بتؤلمني او وجعاني يبقى انا كده مش هقدر ان انا ايه امارس اللعبة دي يبقى هنا في تناقض استخدمت كلمة but. كده two examples دول شرحوا الفرق ما بين and و but وكمان انا قلتهم في التكست في النصوص. تعالوا كده نقرأ الجمل. I practice basketball on Wednesday. Wednesday D silent. وon that هنا قبل الأيام. Wednesday ده يوم الأربع. I practice basketball on Wednesday and I walk home for school every day. يعني هنا هو بيمارس رياضة معينة practice basketball وكمان walk home for school every day وبيمشي كل يوم من المدرسة. والمشي ده طبعا برضو رياضة يبقى هنا في توافق ما بين الجملتين فاستخدم كلمة and بمعنى وين. طيب هنا I love playing video games. I love playing video games. يعني انا بحب ان انا العب الفيديو. But لكن I only play them on Saturday. انا فقط بلعبهم في يوم ايه السبت. خلي بالك Saturday دي برضو معاها on. طب اخدنا بالنا من حاجة كلمة love يحب جي بعدها في verb تاني ضاف له ing نحفظهم كده like love enjoy prefer like love enjoy prefer الأربعة دول بيجي بعدهم الverb plus ing لو جه بعدهم verb تاني يا إما verb يا إما noun اسم يبقى تاني like love enjoy prefer followed by verb plus ing. طيب تعالوا نشوف كده الاكسرسايزز على الليسون ده. Choose I don't eat candy. I don't eat candy. يعني أنا لا أكل الحلوى. I like fruit. أنا بحب الفواكه. يبقى إيه؟ هنختار هنا إيه؟ I don't eat candy. I like fruit. في هنا توافق في المعنى أو في جملة فيها نفي والتانية إثبات أو في تناقض. أيوة أنا لقيت هنا جملة مثبتة وهنا جملة منفية فيها don't. يبقى انا قلت مين اللي بتربط ما بين جملتين واحده مثبته والثانيه منفيه هي كلمه ايه سوري but. طيب بعديها he drinks cola. he drinks cola نمبر 2. he wants to drink more water. هو بيشرب كولا. he wants to drink more water. هو يريد ان يشرب كثير من الماء. طيب طبعا ده healthy وده unhealthy. سوري unhealthy وhealthy يبقى كده في تناقض في المعنى وانا هستخدم مين but. She plays basketball. هي بتلعب كرة السلة. football كرة القدم in the park. عادة لما تلاقي الverb اللي في الجملة واحد وهي جملة واحدة يبقى هتستخدم and لان هتلاقي ما بينهم توافق وترابط.
هي بتلعب كرة السلة وإيه كمان؟ وكرة القدم في الحديقة. طبعا هنا استخدم مين؟ سوري and. يبقى she plays basketball and football in the park. Number four, dad is a scientist. He likes looking at animals and plants. لسه قرأناها في النص معانا. Dad is a scientist, عالم. He likes looking at animals and plants. بيحب ان هو يبحث او يشاهد الحيوانات والايه والنباتات. طبعا ده بيكمل معنى الجملة. يبقى هناخد ايه؟ and لان في توافق. هو لان هو عالم يبقى هو he loves looking at animals and plants. Number five, it's a very interesting place. مكان شيق. It's very hot sometimes. It's very hot sometimes. الجو حر في احيانا. Interesting شيق. It's very hot sometimes. هنا في توافق؟ لا، في تناقض في المعنى. يبقى انا هختار كلمة but لكن. Number six, I love burgers. I only يعني فقط eat them once a week. باكله مرة واحدة في الأسبوع. يبقى هنا I love burgers. I only eat them once a week. هختار إيه؟ أوكي، في تناقض في المعنى، مفيش توافق. يبقى هختار but. Number seven, Fatima loves ice cream chocolate. غالبا قلنا لما يكون الفيرب في جملة واحدة فعل واحد يبقى انا هربط ما بينهم بايه؟ باند، وهلاقي فيه توافق. هي بتحب الايس كريم والشوكولاته. فاطمه loves ice cream and chocolate. Number 8. My dad is Egyptian. His dad is French. بابايا بيكون مصري. بابا بيكون فرنسي. طيب هل هنا في توافق ولا في تناقض ولا في جمله مثبته والثانيه منفيه؟ الجمله دي محيره شويه. هيا نفكر فيها. احنا هنا هنستخدم ايه؟ هو بيقول بابايا بيكون فرنسي، سوري بابايا بيكون مصري وبابا بيكون فرنسي. طيب هو هنا هما بيتكلموا عموما عن اللغات، لغة والده ولغة والد الشخص التاني. يبقى هنقول ايه؟ My dad is Egyptian and his dad is French. بابايا مصري وكمان بابا فرنسي. اوكي؟ طيب وليد speaks English. وليد بيتكلم English. He can't speak Chinese. خلي بالك ان هنا في اثبات speaks يتحدث، وهنا في can't speak لا يتحدث. دي جمله مثبته وجمله منفيه، ونختار من يوم مين؟ but لكن. I eat fruits. انا باكل فواكه، سوري فواكه. I exercise. انا بتمرن. هل هنا في توافق ما بينهم ولا في تناقض؟ لا، في توافق. بياكل خضره، بياكل فواكه وكمان بيتمرن. يبقى هختار and. طيب بعديها يلا نحل الاكسرسايزز بتاعت الريارنج. نمبر 1 she. طيب عندي هنا ببدا بالكلمه اللي تحتها underline ده خط، وهنا في فول ستوب يبقى ده جمله اخباريه statement. هبقى اقول ايه بقى؟ ابدا بالفاعل وبعد كده الفعل subject then verb. فين الفيرب؟ طب مثلا عندي هنا اثنين، عندي eats وعندي exercises، يعني هيبقى في جملتين. طيب ابدا بمين؟ ابدا باي فعل انت تحبه بس على حسب المفعول اللي وراه. يعني مثلا انا لو خدت eats يبقى هقول she eats، هي بتاكل. بتاكل ايه؟ هتاكل ايه؟ vegetables. اوكي she eats vegetables، ادي الجمله الاولى. عندي رابط اللي هو and او but، يبقى نعرف ان احنا هنحطه بعد كده نحط الجمله الثانيه. خلصنا الجمله الاولى يبقى هناخد and و. عندي مين فاضل؟ exercises وشي. هبدا بمين؟ الفعل الاول بعد كده الفعل. and she exercises. نخلي بالنا سنه رابعه ان احنا ممكن نقول she exercises and she eats vegetables. there are two answers. اوكي okay؟ طيب بعد كده هبدا بزي. طيب هل عندي two verbs or one verb in this statement؟ عندي واحد ولا اثنين؟ فعل واحد ولا اثنين؟ عندي مين هنا الفيرب؟ love. يبقى ابدا بسبجكت then the verb. بختار زي love. هم بيحبوا ايه؟ ممكن اقول chocolate and ice cream. اطفال اللي بيتلخبطوا كل كلمه بيكتبوها يشتبوها. They love chocolate and ice cream.
And I can say they love ice cream and chocolate. أقدر أقول الإجابتين. Okay. طيب الجملة اللي بعد كده نخلي بالنا من الجملة اللي فيها but. الجملة اللي فيها but بتربط ما بين جملتين بينهم تناقض أو جملة مثبتة والتانية منفية. طيب أنا هبدأ بآي هنا subject. بعد كده هقول إيه؟ فين الفعل بتاع الجملة؟ الفعل اللي في الجملة هو كلمة love. Verb. يبقى I love. لسه قايلين من شوية. Like. Love, enjoy, prefer, like بمعنى يحب هي و love, enjoy يستمتع, prefer يفضل, الأربعة دول بيجي بعدهم الverb plus ing, يبقى like, love, enjoy, prefer, بعدهم الverb plus ing, يبقى I love هاخد بعدها ايه؟ ing, طب هو موجود عندي؟ لا يا مس, أنا قلت لك ing أو اسم كمان, هاخد ايه بقى؟ I love ايه؟ مين الاسم اللي هنا ينفع عندي؟ تنس. يبقى I love tennis. أنا بحب التنس. مش دي جملة؟ خلاص خد بقى الرابط اللي هو but أو and. موجود عندي but I love tennis. But أنا بحب التنس. لكن هبدأ بفاعل الجملة التانية اللي هو I only play. يعني فقط بلعبه. I only play it. إمتى بقى؟ On Saturday. في يوم السبت. تاني I love tennis but I only play it on Saturday. طيب بعد كده he subject. فين الverb بتاع الجملة؟ أنا عندي هنا wants to وعندي hurts. هبدأ بإيه؟ ممكن أبدأ على فكرة بالاثنين بس على حسب برضو اللي يجي بعدها. بس هفضل إن احنا هنمشي زي النص في كتاب المدرسة الموجود. يبقى أقول he wants to. هو يريد أن. يريد أن he wants to. بعد to يجي الverb في الانفينيتيف مصدر. يبقى play. He wants to play. He wants to play إيه؟ هيلعب إيه؟ برافو. Football. He wants to play football. أجي الجملة الأولى. فين الرابط اللي عندي and ولا but. نزله. He wants to play football but. الجملة الثانية تبدأ بفاعل اللي هو he والفعل بعدها hurts. His leg. He wants to play football but he hurts his leg. هو بيريد ان هو يلعب كرة القدم لكن ساقه تؤلمه. طيب انا كده خلصت listen to في unit 1 يا سنة رابعة. كانت معاكم مس نورة باهي. ارجو ان انتم تشتركوا في القناة. فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظروا باقي الدروس ان شاء الله على مدار الترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.